guys you've always dreamed of as a special friend, for whom the moment to grow up is there. And so she has to leave, for the challenge is hard, but the warm is her heart. And with all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and an high-speed flight. She's gonna read your mind, protect you from the devil's might. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's guide. هل شعرت يوما بأنك غير قادر على تصديق عينيك؟ ماذا يحدث عندما ترى شيئا لا يصدق؟ راف، هل أنت جاهزة؟ أحيانا ترغب في إغماض عينيك ونسيان ما رأيته. انهضي، ماذا تفعلين في السرير؟ أنا نائمة. اليوم الأحد. أجل، وهو يوم الكسل. ليس هذا الأحد، نحن ذاهبات إلى التسوق. لن أذهب معكن. سننتظرك إذا كنت ترغبين في النوم. المركز يفتح طوال اليوم. مستحيل، لقد رأيت تنورة وأريدها. هل يجب أن أذكرك بأننا ذاهبات في هيئة الطيبات؟ لن تتمكني من تجربتها. سويت على حق، اذهبنا الآن ولا تنتظرنني. لكن الأمر لا يكون ممتعاً من دونها. أنت لست نعسة، هناك خطب ما؟ لا، أنا بخير. سنبقى معك إذن، سنحضر فطورك إلى السرير ونبقى برفقتك. لا، لا يوجد شيء مهم، أفضل البقاء بمفردي، هذا ما أريده فقط. حسناً، إذا احتجت إلينا اتصلي بنا فقط. الصديقات الطيبات معاً إلى الأبد. هيا ذهبنا الآن، لا أريد أن أفسد عطلتكن. هيا بنا. هل نحضر لك شيئاً؟ أعرف أن تلك التنورة ستكون مدهشة علي. هيا بنا، إنها جميلة. نراك لاحقاً. أجل، قد لا تتمكن من تصديق عينيها، لكن تجاهل الأمور لا يجعلها تختفي، لأنه عاجلاً أم آجلاً ستطفو الحقيقة على السطح. انظرا إلى كل هؤلاء. هذا هو يوم الأحد. أجل، ما بك؟ نحن هنا ولا زال وجهك مكتئبا. حسنا، الأمر يتعلق براف. تركناها وحدها لنتسوق. أجل، لكننا سألناها. أعلم، لكني أشعر بالذنب. تريد راف أن نمضي وقتا ممتعا. ربما، ولكن سنعود بسرعة. أشعر بالسوء لتركها وحدها. إن الجميع حزين، لكن راف تريد منا تمضية وقت جميل ورائع. أتظنين ذلك؟ لنلقي نظرة على المركز ومن ثم نعود إلى راف، ما رأيكما؟ أجل، يبدو هذا جيداً لي. أجل، بضع ساعات كافية لأجد تنورتي. أتعلمين؟ إنها فتاة لطيفة. لقد ولدت على الأرض. يكفي، لديك والدين على الأرض. يكفي. هاي، ما بك؟ لقد وصلت للتو وأنت ترمين الأشياء علي. هذا أنت؟ ما به صوتك؟ أشتاق إليك، لكن اليوم. لماذا؟ ماذا حدث معك اليوم؟ أين هم أصدقاؤك الأشرار؟ هل تركوك وحدك؟ قلت لهم إنني مشغول جداً، لكنها كذبة صغيرة، نحن الأشرار بارعون في الكذب. أنا أيضاً تعلمت الكذب للأسف، أخبرت صديقاتي بأنني لست على ما يرام اليوم. لا أسميها كذبة، انظري إلى وجهك. دعني وشأني. أريد أن أعرف الآن ما بك. ألهذا بقيت في المدرسة اليوم؟ لكي تراني محبطة وبائسة؟ آسفة، أعلم أنك غير مذنب، ولكن رنا هي السبب، أليس كذلك؟ هيا أجيبيني. رنا، أجل. أعلم، إنها سيئة، حتى أنها أسوأ من الأشرار. ولكنها لم تقل سوى الحقيقة فقط. تعنينا أن أنني لم أولد كطيبة،
الطيبون لديهم بشرة صافية من دون ندوب أو شوائب أو علامات، لكن أنا لدي هذه، انظر هنا. إنها علامة ولادة. إذن راف أنت، قلت لك إنني ولدت على الأرض، أنا لست طيبة، أنا لست طيبة. لكن كيف يعقل هذا؟ لا أعلم حتى من يجب أن أسأل. سالي أركان يدين لك بالشرح، صحيح؟ سيغضب مني. يغضب؟ لكنه أخفى الحقيقة عنك طوال هذه السنوات. أعلم أن تامبل شريرة، لكن لا يمكن مقارنتها بهذا. ستتظاهرين بأن شيئاً لم يحدث؟ لا أعلم. ماذا عن صديقاتك؟ ماذا يقولن لك؟ أنت لم تخبري أحداً بالأمر؟ أخبرتك أنت. مهلاً، إذا كنت تعتقدين أن بإمكان شرير إعطائك نصيحة جيدة فأنت مخطئة. ألا يمكنك ألا تكون شريراً لثوان قليلة؟ ألا يمكنك أن تنصحني؟ سامحني، أنت لم تتغير لكن أنا لست كعادتي. يا لها من مشكلة راف. اسمعي، لا أعرف ماذا كنت سأفعل في حالتك، لكن لديك صديقات رائعات. هل تظن أنه علي أن أخبر صديقاتي بهذا الأمر؟ أخبرتك بأن الأشرار لا يستطيعون تقديم النصح الجيد أبداً. إنه على حق، سأخبر صديقاتي فور عودتهن، أنا واثقة أن هذا سيشعرني بشكل أفضل. جاهزات للعودة؟ أنهينا التسوق، صحيح؟ لقد قلنا بضع ساعات فقط. علينا أن نعود الآن. صحيح، ولا أظن أن البشريين يقومون بشيء خاطئ. ليس بعد، كما أنهم لا يقومون بشيء جيد. ما يهم هو عدم اقتراف المعاصي. إنهم يتسوقون فقط ولا يفعلون أموراً خيرة. ما يهم هو عدم اقتراف الأخطاء. لقد أحسنت. إذا فعل البشريون شيئاً بشعاً نحن من يفوز بنقطة، وإذا قاموا بشيء جيد أنتم تحصلون على نقطة، لكن إذا لم يفعلوا شيئاً لن تنلنا نقاط. هل أعدتِ ما قلته لنا؟ تجاهليها، إنها تحاول استفزازنا. ما رأيكم في الانتقال إلى شيء أفضل؟ أنا ميت من الجوع بالتأكيد، من الملل، فهذا المركز ممل. ممل جداً، هناك الكثير من السلام، تبدو كمدينة الطيبين. ماذا تعرفين عن مدينة الطيبين؟ لا شيء، لكنني أخفو كل ما فكرت فيها. انظروا، نحن سنغادر، أنا واثقة أنكم ليس لديكم نوايا سيئة. أتعتقدين أن الأشرار قد يكون لديهم نوايا سيئة؟ لدي فكرة. ترى ماذا يجري في رأسها؟ مهما كان لن يكون أمراً جيداً. أجل، سنبقى، لا يمكننا أن نترك بشريين بين الأشرار. أين يمكن أن يكون؟ يعلمن أنني مريضة ومع ذلك لازلنا يستمتعن. يا لهن من صديقات، لا يجدر بي أن أفكر كذلك. أنا من طلب منهن تمضية وقت جيد، أحتاج إلى الصبر فقط. حسناً، نحن ننتظر. تنتظرن ماذا؟ لا تتظاهري بالغباء، نعرف أنكم تخططون لشيء. أجل، نعلم لماذا تخططون. نعلم تخططون لشيء سيء. استمروا باللحاق بنا إذا أردتن أن تفهمن. لا، إلى هناك؟ هل هناك مشكلة؟ ربما، ننتظركم خارجاً. هيا اهدئي، سوف نخرج بسرعة. لا تعلمين ما الذي ستفوتينه. أشعر بالغثيان لمجرد التفكير في ذلك. يجب أن نفعل شيئاً، أنا أشعر بالملل. أجل، هذا صحيح صديقي. حان الوقت ليقوم الأشرار ببعض الحركة. هيا، قوة التحول من أجل الأذى. سوف يؤذون أذني، ولكن هذه ليست موسيقى، إنها ضجيج.
لكن البشر يحبونها. إذن ما الذي يقلقك؟ لا أثق بهم. انظري إلى ما الذي يفعلونه. حسناً، أنا واثقة من أنهم يريدون تقديم مثال سيء جداً. أنت على حق، الموسيقى أفضل طريقة للوصول إلى الناس. يجب أن نفعل شيئاً شيئاً أفضل من هذا. ما الذي تعنينه سويت؟ اتبعني. لا 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 لا، هيا بنا جميعاً لنمرح. هيا. ماذا يفعلن هناك؟ أظن أنهن يفعلن مثلنا. من يريد أن يسمع شيئاً كهذا؟ أرأيتما؟ لقد نجحنا. لقدنا هؤلاء الأشرار درساً في الموسيقى. أجل، لقد تفاجأوا بنا. ظنوا أن الأمر سوف يكون سهلاً. أتوق لكي أراهم في المدرسة. كيف نسينا؟ لقد تركنا راف وحدها طوال فترة بعد الظهر. يجب أن نسرع إذن. يجب علينا أن نعود بسرعة. صديقات رائعات، تركنني وحدي وهن يعلمن أنني حزينة. هناك شخص واحد سوف أذهب لكي أتحدث إليه. هذا ما يجب أن أفعله. كنت بانتظارك. كيف علمت أنني سأتي إلى هنا؟ الجميع يريد معرفة الحقيقة، صحيح؟ وهل أنت تعرفين الحقيقة؟ إذا لم أكن مخطئة في هذا، فأنت قد رأيت العلامة التي على رقبتك. لقد عرفت ذلك. أريد أن أعرف المزيد. أستطيع إعطائك المزيد. أستطيع إخبارك عن أبيك وأمك. كنت تعرفين أهلي؟ نعم أعرفهم، لكن ليس شخصياً، إنما أعرف عنهما كل التفاصيل. أتريدين الإصغاء؟ Moment to grow.